الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة الأخبار من الراي، معكم في أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا والعمل جار لنقلهم من العراق. احنا متمسكين ان شاء الله بتراثنا وننقل من جيل الى جيل ولله الحمد، وننشئ من الرجال اللي يعني كانوا اساس الكويت. اسدال الستار على فعاليات رحله احياء ذكرى الغوص برعايه ساميه. حاليا نقوم في جولات مكثفه على المقاهي والمحلات مستغل ما يخص تراخيص الإعلانات. البلدية تتعقب مخالفات المقاهي في شرق ومجهر البيئة على أسواق الجرين. الإطفاء تسيطر على حريق جسر الدائر الخامس، وهيئة الطرق تتحقق من الأسباب. واشنطن تعلن انتهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وتتهم روسيا بخرقها. السعودية تسافر دون محرم بموجب تعديلات جديدة تمنحها حق استخراج جوازها. نستهل نشرتنا من بغداد، حيث أعلنت وزارة الخارجية العراقية التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا من الذين عثر عليهم قبل أشهر في مقبرة جماعية جنوبي العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أن الفريق الفني تمكن وبالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر من العثور على مقبرة جماعية في محافظة المثنى في 6 مارس الماضي. وأوضح أن المقبرة كانت تضم رفات 46، وقد كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني أن 32 منها تعود لمفقودين كويتيين. وأكد أن وزارة الخارجية العراقية ستعمل مع الجانب الكويتي على نقل الرفات إلى الكويت وتقديم كل الدعم المناسب لتسهيل الإجراءات المقبلة. وجدد المتحدث التأكيد على أن بلاده تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار هذه المأساة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين منهم. وفي سياق مختلف، وقعت الكويت والعراق بالعاصمة الأردنية عمان اليوم عقد إجراء دراسة فنية لحقول النفط الحدودية المشتركة. وفقا للعقد، فقد اختارت الكويت مع العراق شركة استشارات الطاقة البريطانية IRC لتحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول. وقال رئيس وفد الكويت وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح أن الاتفاق الخاص بالعقد يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بفتح آفاق التعاون مع الأشقاء في العراق. تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اختتمت فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص 31 التي نظمها النادي البحري الكويتي، وذلك بإقامة مراسم يوم القفال إذانا بانتهاء الرحلة التراثية. ووجه ممثل سمو أمير البلاد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز كلمة إلى النواخذة والأهالي، نقل فيها تحيات سمو أمير البلاد وتهنئته سموه بنجاح رحلة هذا العام وبسلامة العودة.
وأكد الخراز الحرص على تنظيم هذه الرحلة السنوية بغية حفظ تراث الآباء والأجداد والتمسك به ونقله للأجيال المتعاقبة باعتباره يجسد ماضي الكويت ونشأتها وأساس اقتصادها في الماضي. احنا متمسكين ان شاء الله بتراثنا وننقله من جيل الى جيل ولله الحمد، وننشئ من الرجال اللي يعني كانوا اساس الكويت ونقلوا يعني الكويت بهذا يعني هذا التراث وهذا الجهد اللي يلقي عليهم يعني في بدايات نشأة الكويت في الغوص والبحث عن اللولو ومن البيع ومن يعني كانوا يعيشون لله الحمد. هذا يعني القفال يعني ال 31 شارك في 13 سفينة وأكثر من 220 من يعني أبناء الكويت اللي ما زالوا لله الحمد يعني يتعلمون هذه الحرفة وهذه المهنة وينقلونها ويتشبتون فيها، وهذا ما في شك يعني تراث آبائنا وأجدادنا نسعى ونسعد يعني أن نحافظ عليه وننقله من جيل إلى جيل. الاهتمام هذا ما في شك جاء من يعني المقام السامي لحضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، ورعايته هذه يعني ما في يعني شك أنها تأكيد لتراثنا وأهميته عند سموه، ويعني اهتمام سموه بأن يتم التمسك بهذا التراث وأن ينقل من جيل إلى جيل. حيم الباحث محمد كمال المؤسس والمنسق العام لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، مشاركين أنا مع أخواني أعضاء فريق إكسبو 965 بالمقتنيات البحرية والحرف الكويتية الأصيلة إن شاء الله اللي تخص الموروث البحري في قفال الغوص 31 المعرض المصاحب له. طبعا من نوادر المقتنيات الموجودة ومعروضة بهذا المعرض منها دفاتر الغوص القديمة في الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي، عدة الطواشة القديمة، الفطام، المفاليق، اللولو، أيضا دفاتر من 1890 تقريبا الخاصة لأوزان اللؤلؤ. قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة تفتيشية على المقاهي والمحلات التجارية بمنطقة شرق للتأكد من كافة التراخيص بناء على تعليمات مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بتكثيف الرقابة والتي أسفرت عن تحرير 4 مخالفات إلى جانب توجيه 3 إنذارات. رئيس سمو وجيم فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة، حاليا نقوم في جولات مكثفة على المقاهي والمحلات المستغلة بما يخص تراخيص الإعلانات، والجارية الآن عمل محاضر مخالفات وفق لائحة المحلات والإعلانات المغلقة للراحة. حاليا نقوم بتحرير محضر مخالفة لمقهى غير منتهي التراخيص، يوجد به إضافات إعلانات خارج المحل، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. من جانبه حرر قسم تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة العامة للبيئة 3 مخالفات خلال حملة تفتيشية على منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية أسواق القرين، وأتمت الحملة بحضور مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير ومدير إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية. وقالت الهيئة أنه تم رصد وتحرير عدد من المخالفات وذلك طبقا لمواد قانون حماية البيئة. تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في جسر قيد الإنشاء على طريق الشيخ زايد آل نهيان الدائري الخامس بين منطقتي الفردوس والأندلس من دون وقوع أي إصابات. وأوضحت إدارة الإطفاء في بيانها أن فرق إطفاء صليبخات والعرضية والإسناد ومشرف وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من سيطرتها على الحريق في وقت قياسي. Thank you.
في المقابل أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها تجري تحقيقا لبيان أسباب الحريق الذي اندلع في أحد الجسور قيد الإنشاء على الدائر الخامس. وقالت الهيئة أنه فور وقوع الحريق تم إبلاغ الإدارة العامة للإطفاء للوقوف على الوضع، حيث تمكنت فرقها من السيطرة على الحريق، كما تواجد في الموقع أيضا فريق من الجهاز المشرف. علق وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش على ذكرى غزو الكويت بالقول تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة. تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبإدراك واع أن مصيرنا مرتبط. وأضاف قرقاش نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق. أهابت سفارة الكويت لدى تايلاند بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في العاصمة بانكوك إلى توخي الحيطة والحذر في عقاب سلسلة انفجارات التي وقعت صباح اليوم. ودعت السفارة في بيان لها المواطنين الكويتيين إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه والتعاون مع السلطات المحلية في تايلاند، مؤكدة استعدادها التام لتقديم جميع أنواع المساعدة. وقد أعلنت الشرطة في تايلاند إصابة 3 أشخاص على الأقل إثر انفجار 6 عبوات ناسفة في 3 مواقع في بانكوك. أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وكررت الاتهامات لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة. بدوره قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية بين البلدين. وأضاف أن لندن تؤيد بالكامل أي تحرك من جانب حلف شمال الأطلسي ردا على ذلك، وكانت موسكو قد أعلنت انتهاء المعاهدة بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحاب منها في وقت سابق هذا العام. تعديلات سعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية منحت بموجبها المرأة حق استخراج جواز سفر لها وبنفسها. وأدخلت الحكومة تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر. وبموجب هذه التعديلات الجديدة أصبح للمرأة نفس الرجل فيما يتعلق بالسفر، وذلك لمن تجاوزت 21 عاما، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا في حالات خاصة كالحضانة والقصر. ولقراءة في آثار هذه التعديلات تنضم إلينا من الرياض عضو مجلس الشورى الكاتبة الأستاذة كوثر الأربش. أستاذة، يعني كوثر، ما أثر هذه التعديلات على حياة المرأة السعودية؟ شكرا لك أخي الكريم. في البداية تقدم بالشكر الجزيل طبعا عني وعن جميع نساء المملكة العربية السعودية وعن الأسرة السعودية طبعا باكتمال الأسرة. أصبحت الآن المرأة كاملة الأهلية تماما على حد سواء مع الرجل. فتقدم الشكر الجزيل سيدي صاحب خادم الحرمين الشريفين ولي عهده على هذا القرار الذي أتى في وقته حقيقة. الأثر المتوقع يعني على المرأة أنها بالتأكيد أني وصلت إلى يعني كانت هي مرت حقوق المرأة مرت في سلسلة
من اللوائح والقرارات التي تصب في صالح حقوق المرأة. كان هناك فقط هذه العقدة التي أعتقد أنها يعني ستكون بوابة لدخول المرأة لمناصب قيادية، وأيضا بعض الحالات التي يكون فيها مثلا الولي يسيء هذه المكانة له إلى نساء بيته. أيضا المرأة تصبح كاملة الأهلية كما قلت لك بأنها تكون مواطن من الدرجة الأولى ولا تعامل معاملة في القاصر في جميع شؤونها. طيب أستاذة كوثر، يعني سبق هذا القرار أيضا طرح مصطلح أو فكرة إسقاط الولاية، فكيف ترينه يعني ترين هذا الموضوع أنت؟ لا في الحقيقة أنا لا أؤيد استخدام عبارة إسقاط الولاية، لأن العبارات سلبية من هذا القبيل غالبا تواجه ممانعة من المجتمع الذي قد يكون متعود على وجود شيء معين، فعندما تستخدم هذه العبارات السلبية وتبين الأمر كما لو كان مواجهة أو نيل من الرجل السعودي أو مصادمة مع تكوين الأسرة في المجتمع، أنت بهذا تخلق ممانعة جبرية لدى أي نفس تستمع إلى هذه العبارة. هو الاسم التقني أو الرسمي هو إلغاء شرط الولي للمرأة في إصدار جواز السفر، ولكن استخدام عبارات من هذا القبيل أنا لا أؤيده، ولا أعتقد أنه يعني من اللائق استخدام عبارات مستفزة هكذا للأسرة السعودية ولا الرجل. الرجل السعودي معروف بمودته ومحبته واهتمامه وحرصه على المرأة، إلا لو كان مثلا، ولا ننفي طبعا وجود بعض الشواذ ممن حاول استغلال وصايته أو ولايته على المرأة بأنه قد يحرمها من بعض الفرص أو يتعامل معها تعامل عنيف أو، ولكن هذا لا ينطبق على الرجل السعودي إجمالا. يعني أنا شخصيا رأيت مواقف كثيرة، يعني رأيت رجل كبير في السن يأخذ بناته على البر بالسيارة كي يوصلهم إلى مكان، إلى مدرسة القيادة في الرياض من أجل إصدار رخص القيادة لهم. فهذا هو الرجل السعودي الذي وقف معنا، نعم. وقف مع أسرته. فلا لا أرى أن تستخدم هذه العبارة كنوع من الاستفزاز أو كنوع من المصادمة مع المجتمع. نعم، وضحت الفكرة. القراء يصب في النهاية في صالح الأسرة وصالح المرأة. نعم. واضح. عضو مجلس الشورى والكاتبة الأستاذة كوثر الأربش، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. النفط يهوي على وقع تصريحات أمريكية حول فرض رسوم جمركية إضافية، تفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم. انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا و83 سنتا في تداولات يوم أمس ليبلغ 64 دولارا و8 سنتات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية هبطت أسعار النفط أمس إلى أدنى مستوياتها إثر تصريحات للرئيس الأمريكي تفيد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر المقبل. الملاكمة يستعد لاستضافة أول بطولة قارية بعد رفع الإيقاف، تابعونا في الرياضة بعد الفاصل. أهلا بكم. وصل منتخب الكويت لكرة القدم إلى محافظة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق حتى 14 من شهر أغسطس الجاري. ويعود الأزرق للعب في العراق للمرة الأولى بعد غياب دام 32 عاما منذ آخر لقاء كان قبل الغزو العراقي على الكويت بسنتين.
وسيلعب الأزرق أولى مبارياته في البطولة في الرابع من الشهر الجاري أمام المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من منتخبي الأردن والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى كل من العراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن. تستعد الكويت لاستضافة أول بطولة قارية عقب رفع الإيقاف النهائي عن الرياضة الكويتية باحتضان الاتحاد الكويتي للملاكمة البطولة الآسيوية للناشئين. وقد أثنى رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة أنس العتيبة على قدرة الشباب الكويتي في استضافة البطولات حتى وإن غابت عنها فترات طويلة. وأكد العتيبة عقب وصوله لحضور فعاليات البطولة التي ستنطلق بدءا من 3 وحتى 10 من شهر أغسطس الجاري، أكد أن أسناد الاتحاد الآسيوي استضافة البطولة إلى الكويت لهو دليل كبير على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلاد. نشكركم على اهتمامكم بهذا الحدث، وبصراحة سعدنا جدا أن دخلت الكويت في الملاكمة مرة ثانية، والكويت لها باع طويل في هذا المجال وعندهم ما شاء الله لعيبة جيدين شفناهم في المسابقات السابقة يعني. فنهنئكم على هذا يعني هاي الخطوة المهمة، وإن شاء الله تتيسر أمورنا في البطولة هذه. طيب سبب إسناد الاتحاد الآسيوي للكويت لاستضافة هالبطولة يعني؟ والله ما شاء الله يعني الكويت سباقة في هالأمور، وعندنا ثقة كبيرة في استطاعتهم لاستضافة هذه البطولة، وإن شاء الله تطلع بوجه مشرف، وبالأخص أن هاي البطولة أول مرة تستوي على مستوى آسيا للواعدين. طيب كيف تنظر للمستوى الملاكمة في القارة الآسيوية كونك رئيس الاتحاد الآسيوي؟ والله الحمد لله يعني الملاكمة في آسيا تعتبر هي الأولى في العالم يعني، من ناحية عدد الملاكمين، من ناحية عدد الميداليات اللي حصلوها في الأولمبياد الأخيرة. فالحمد لله عندنا قاعدة كبيرة وما شاء الله اللعيبة على مستوى عالي من المهارة والفنية. بالبداية نرحب في رئيس الاتحاد الآسيوي الأستاذ أنس العتيبة وصول الكويت واستعدادات الكويت الحمد لله على أتم الاستعداد، تم تجهيز جميع الفنادق جميع المواصلات، تم تجهيز صالة الافتتاح الحمد لله. طبعا الافتتاح راح يشمل على عدة فقرات منها أوبرية رفع الإيقاف، فمجهزين عدة برامج مجلس الافتتاح إن شاء الله أن يقابل في استحسان جميع الدول المشاركة إن شاء الله ويليق في دولة الكويت إن شاء الله. عدد الفرق واللاعبين المشاركين الأوزان أو المسابقة؟ طبعا البطولة قائمة عن 14 وزن، تعتبر البطولة الأولى في آسيا، هي من 5 بطولات الكبرى والأولى في آسيا، راح تعتبر من 14 وزن. المشاركين عدد اللاعبين المشاركين داخلين في 196 لاعب تقريبا مع كوادرهم الفنية والإدارة، داخلين في 150 مع الطواقم الطبية، وفود كبيرة اللي وصلت الكويت تقريبا مش تقريبا أكيد 23 دولة مشاركة. وإلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.